كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. يا ولي يا مسؤول هادشي ماشي معقول. يا ولي يا مسؤول هادشي ماشي معقول. صوما جاك الحال الحال يعني امشي الحال يعني امشي امشي يعني ديكاش امشي يعني ديكاش. الوقفة اللي دعت لها حملة شباب لوقف إعدام حدائق طنجة هي وقفة تأتي بعد يعني سلسلة من التظاهرات اللي انضمتها الحملة في قلب حديقة المندوبية من تظاهرة ثقافية إلى تظاهرة فنية وخرجة بيئية ثقافية إلى حديقة المندوبية. هي هذه الوقفة تأتي يعني بعد هذه المرحلة اللي كنا كنطالبوا فيها بوقف إعدام وتفوية المساحات الخضراء. هي الوقفة كنعتبروها مرحلة جديدة ومحطة جديدة انتقلنا فيها في النضال ديالنا بعد يعني توغل جرافة تابعة لشركة سوماجيك داخل حديقة المندوبية وشروعها في يعني في جرف واقتلاع العشب. تحركنا كحملة شباب لوقف إعدام حدائق طنجة بمعية سكان المنطقة وعدد من الفاعلين والجمعويين. تحركنا مضطر يعني الشركة إلى إيقاف أشغالها اليوم وأمس يعني أيضا بعد تدخل السلطة المحلية. اليوم جينا واحتجينا هذه الوقفة من أجل أيضا أن نطالب بعدم إعدام هذا المأثر التاريخي، هذا الفضاء الأخضر، هذا الرئة اللي موجودة في مدينة طنجة خصوصا في منطقة تاريخية كترمز لواحد مجموعة ديال الوقائع التاريخية، سواء يعني من الشهداء اللي دافعوا على تحرير الوطن في 52 وأيضا من يعني يعني احتضانها المغفور له الملك محمد الخامس، وفعلا يعني أنها ترمز للثقافة حضارة مدينة طنجة. فلهذا نقول لا لهكذا سياسات عمومية غير دامجة غير محافظة للتاريخ والحضارة مدينة طنجة. المنطقة الحدائق المندوبية هي رمز للحوار للتسامح، فلا يمكن أن نخرب هذه السمعة لمدينة طنجة. فلهذا نطالب المسؤولين بعدم يعني إعدام هذه الحدائق لما لها من هذه الرمزية. يا رمضة يا خسيس طنجاوي ناشر خيس ويا مسؤول يا ملعون يا مسؤول يا ملعون الحديقة في العيون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.